بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أنا بحكي لكم حكاية جميلة اليوم. ترى على فكرة كل ما يكون الجو كذا جميل، في لحظة جيتنا إلى الاستوديو أتوقع حتى فريق العمل بصورة عامة، ولحظة خاصة من المسافة وتحس نفسك قاعد تقرب على الجبل، ترى الإحساس مو طبيعي. سبحان الله، تحس إن الجبل قاعد يحتضنك ويقول لك يا مرحبا فيك في زيارتك لي. بالفعل أجواء جميلة اليوم، وخاصة بارتفاع الضباب صارت الصورة واضحة، يمكن حتى تلاحظون الحين من خلال اللقطة والخلفية اللي وراي في هذه اللحظة. بالفعل ما شاء الله تبارك الله، الواحد يحسها صورة ما كانها يعني لقطة طبيعية واضحة من خلال الشاشة. أتمنى لكم دائما متابعة شيقة لبرنامجنا. مساكم الله بالخير. مساء الخير شريفة. مساء النور عبد الله، مساء الخير والمحبة لكل اللي يتابع هالبرنامج من صلالة. بالفعل الأجواء كثير طيبة وجميلة، وكلنا نتمنى أنكم تقضوا برفقتنا أجمل وأحلى الأوقات مع كل تفاصيلنا، تفاصيل حكاية برنامجنا لها اليوم. خلكم تابعين دائما برنامجنا من الساعة 2:30 إلى الساعة 4. اليوم في حلقتنا في عندنا أكثر من وقفة حوارية، بيكون معنا ضيوف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أيضا بيكون معنا في كشتتنا زميل إعلامي أحمد العثمان. في نفس الوقت بتكون عندنا مجموعة من التقارير. تقاريرنا بتكون عن شنو؟ تقاريرنا بيكون عندنا تقرير عن القدرة والتحمل مع زميل طارق النهدي، وعندنا أيضا تقرير مرشد السياحة، وعندنا فقرة صلالة تايم. هذا بالنسبة للتقارير والفقرات الخاصة بالبرنامج. أيضا من خلال برنامجنا بتلاحظون مجموعة من الفواصل السياحية، نشجع المشاهد اللي تابعنا لزيارتها أو التعرف عليها. أيضا لا تنسون الهاشتاج من صلالة أو هاشتاج سيلفي من صلالة اللي يحب يشاركنا على التويتر والفيسبوك وكذلك الانستغرام. يعني بين فترة وفترة تلاحظون مع شريفة كل مرة تستعرض مجموعة من الصور، والأطفال ما شاء الله تبارك الله مبدعين. ربطنا اليوم من وين بيكون؟ طبعا ربطنا اليوم بيكون من نحيز، صح؟ صحيح. من نحيز هذا المكان الجميل بيكون ربطنا مع الزميل سالم العامري. ناخذ سالم. يا مرحبا يا سالم. سالم شو اخبارك؟ طيبين والله، نشكر الله. ايش اخباركم؟ الحمد لله. ايش تسوي اليوم انت يا سالم؟ اليوم تسوي اليوم المكان مختلف. اليوم المكان استثنائي بكل معنى، بكل معاني الكلمه. يا سلام. وادي نحيز من الاوديه الجميله، من الاوديه الرائعه، من الاوديه ايضا الاستثنائيه حتى في محافظه ظفار بشكل عام. ربما الكثير عرف وادي نحيز وتعرف عليه ايضا من خلال تضاريسه الجميله، من خلال تلاله الرائعه والجميله، اطلالات في قمه الروعه والابداع. اليوم ايضا جو صحو، واتوقع تقريبا السلسله الجبليه المحاذيه لمدينه صلاله اليوم هي فرصه لكل القادمين الى محافظه ظفار وايضا المقيمين لمشاهده هذه التضاريس الجميله وهذا البساط الاخضر. وادي نحيز ايضا معروف بسعه الوادي، وادي كبير طبعا، وهو قريب من مدينة صلالة، يبعد تقريبا 12 كيلو متر. الأجواء أكثر من رائعة. للي حاب أنه يلتحق فينا في هذا المكان الرائع والجميل، هو معروف كثير لأنه موجود على الطريق الرئيسي بين حمرير ومسقط. يعني عليه أن يأخذ يسار من الجسر ومباشرة الوصول إلى هذا المكان الجميل والرائع. أنا أكثر شيء لفت نظري سالم، متى قاعد تتكلم، كان هو سؤالي وين، كيف الناس توصل، ولكن تغريد العصافير، يعني هذا دليل أن الجو جميل اليوم ما شاء الله تبارك الله. كل مفردات الطبيعة الله. عبد الله تشاركنا هذه الفرحة وهذه الزيارة الجميلة إلى هذا الوادي الجميل. ممتاز. المكان أكثر من رائع، لا يمكن أن نوصف هذه الأجواء الجميلة وهذا البساط الأخضر، هذه أيضا النسمات العليلة التي تهب من هذا الوادي الجميل والمعروف هنا وادي نحيز. نعم. طيب سالم، طبعا المكان هالوادي الجميل مثل ما شايفين تشكيلات الأشجار سبحان الله، والحشائش وزقزقة العصافير، هالطبيعة اللي كذا تفاصيل حكاياتها جميلة أيضا، بس لو تخبرنا هل هذا الوادي يعني كذا بالقرب منه خدمات متوفرة فيه أشياء مثل المظلات وكذا، ولا هو بس وادي ممكن واحد يقعد عليه على السماء؟ بالتأكيد شريفة، هي قرى موجودة في هذا الوادي حولي، لو تشاهدوا حتى من خلال الكاميرا المبدع حامد باعمر
التقط الكثير من صور لهذا الوادي. القرى طبعا هي رابطة بين هذه السفوح إذا جاز التعبير في أسفل الوادي. الوادي نحيص طبعا يتبع نيابة حجيف. الكثير من الأماكن وأيضا فيها عيون عينك صوت مثلا بالمحلية وكهف أزحير أيضا من الكهوف المعروفة حتى في الظفار بتكوينات الجيولوجية الجميلة. الكثير من الخدمات موجودة على حواف الطرق لأنه شريفة في أغلب القرى والمناطق في محافظة الظفار بشكل عام هناك محلات وهناك مطاعم، تختلف طبعا مستويات هذه المطاعم وهذه المحلات لكن الخدمة الرئيسية موجودة. ممتاز. هذه التلال طبعا 12 كيلو متر من صلالة، بإمكانه حتى يأخذ اللي يريده إلى هذا المكان. نعم. ويتغدى في هذا المكان، لكن هي أيضا دائما رسالة نوجهها للمقيم وللزائر أنه هناك أماكن مخصصة لمخلفات الزائرين والقادمين. نعم. فيجب أن يحافظوا على هذا المكان الجميل والرائع بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لك يا سالم، وأكيد بنرجع لك مرة ثانية حتى نتعرف على تفاصيل أكثر. واليوم وصلتني أخبار أن في عين انفجرت في هذا المكان، بنتعرف عليها وتعطينا إذا كان في تفاصيل حول هذا الموضوع. مشكور يا سالم، تحياتي لك ولفريق العمل المتواجد معك، وراجعين إن شاء الله لكم بفقرة أخرى في تقرير قادم. في تقرير قادم طبعا هو تقرير عن القدرة والتحمل، وهذا التقرير إن شاء الله كذا راح يأخذنا فيه الزميل طارق النهدي، ولا تروح بعيد، أكيد راجعين لاستكمال فقرات برنامجنا من صلالة. نظم الاتحاد العماني للفروسية سباقا للقدرة والتحمل لمسافة 80 كيلومتر. انطلق السباق في تمام الساعة 11 صباحا من شاطئ الدهاريز بمشاركة 26 خيلا من مختلف محافظات السلطنة. وبلا شك اليوم نعيش احتفالية مسابقة القدرة والتحمل في المحافظة، وكذلك الحمد لله تحقق ما كنا نصبو إليه من نتائج طيبة من قبل الفرسان والأفرس كذلك، والحمد لله النتائج مطمئنة ومبشرة ونأمل المزيد بإذنه تعالى. تأتي هذه البطولة بجهود مشتركة بين الاتحاد العماني للفروسية ووزارة الشؤون الرياضية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وكذلك بلدية ظفار ووحدات الخيال الحكومية المختلفة ولجنة الصلالة للفروسية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي دعمت السباق. حقيقة هذا السباق سباق محلي، يعني محلي ما ينطبق عليه الأنظمة الدولية، لكن نحن نحاول نطبق النظام الدولي عشان ما نخترق القوانين فيها. معظم القوانين هي نفس قوانين الاتحاد الدولي، يعني نبضات القلب، المسار، الراحة الإجبارية، الفحص الأولي، كلها نفس الفحوصات أو حسب قوانين الاتحاد الدولي. تم تقسيم السباق إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 30 كيلومتر وحددت أعلامها باللون الأحمر، والمرحلة الثانية لمسافة 30 كيلومتر وأعطيت اللون الأحمر، والمرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتر وحددت أعلامها باللون الأبيض. وبعد انتهاء كل جولة يتم فحص الخيل بيطريا للتأكد من إمكانية استمراره في السباق. طبعا سباق القدرة والتحمل بصلالة يعني على هذا الأجواء الخريفية الجميلة، يعني تم اليوم الفحص المبدئي للخيول الساعة 9 صباحا، تم فحص العرق، فحص كذلك اللي هو النبض، وفحص الأعمال الأيضية للخيول. الخيول طبعا اللي هي كانت مناسبة للمشاركة في السباق هي اللي دخلت طبعا السباق، اللي هو بدأ تقريبا حوالي الساعة 11:20. طبعا كما شايفين يعني السباق على هذه الاجواء الخريفيه الجميله، يعني متوقعين ان شاء الله عدد كبير من الخيول توصل يعني في الوقت المناسب. السباق هو 80 كيلو مقسم الى 3 مراحل، 30 كيلو الاولى ومن ثم 30 كيلو الثانيه، واخر مرحله هي 20 كيلو. طبعا في 30 كيلو الاولى ممكن تستبعد مجموعه خيول اللي هي غير قادره لاستكمال السباق، ممكن يكون نبضها مرتفع، ممكن يكون فيها عرج،
ممكن يكون فيها يعني الاعمال الايضيه عندها يعني ضعيفه، فلذلك ممكن تستبعد، فممكن من الاعداد الكبيره ممكن تقل يعني الاعداد الفراس اللي هي والخيول اللي هي المشاركه. وضعت اللجنه المنظمه عددا من الاشتراطات الفنيه، وتتمثل في ان وزن الفارس مفتوح وعمر الخيل لا يقل عن 6 سنوات، كما ان وقت عرض الجواد بعد دخوله القريه وفتره الراحه الاجباريه 20 دقيقه بعد المرحله الاولى و40 دقيقه بعد المرحله الثانيه. وقد توج بالمركز الأول الحصان النازي كاميلوت، وعلى صهوته الفارس عادل بن موسى البلوشي لمالكه حسن بن يوسف البلوشي ومدربه محمد بن حسن البلوشي. وحقق المركز الثاني الفرس إركاب وفارسها قابوس بن علي البلوشي من مربط مسقط 2. وجاء في المركز الثالث الفرس ريح الجنوب وفارسها أحمد بن فاضل البلوشي لمالكها حسن بن يوسف البلوشي ومدربها محمد بن حسن البلوشي. فيما جاءت المركز الرابع الفرس حرائر وفارسها ومالكها عمار الرواس. الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز، الحمد لله على كل حال. جيت لصلالة صار لي شهر هنا في صلالة ودربت خيلي وجهزتها والحمد لله رب العالمين، وكان عندي نوع من الإحساس أن أكون من المتقدمين إن شاء الله في هذا السباق. الحمد لله رب العالمين، الله وفقني وانتصرت بالمركز الأول والمركز الثالث. في نهاية السباق قام اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمر كلية الدفاع الوطني راعي الحفل بتتويج أبطال السباق وتكريم الفرسان الحاصلين على المراكز الأولى، كما قدم السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية هدية تذكارية لراعي المناسبة. انتهى السباق وتوج الفائزين، على أمل أن نلقاكم في فعاليات ومناشط قادمة. تقبلوا تحياتي لبرنامج من صلالة، طارق بن سالم النهدي. الأشياء التي تبدو صغيرة تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حديدة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. نلامس حياة الناس. خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مسقط، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة.
ترقبوا السحب الكبير لبرنامج نسائم على سيارتي مازا 6 خلال برنامج مساء المهرجان بتاريخ 20 و30 من أغسطس في تمام الساعة 8:30 على تلفزيون سلطنة عمان. أرسل كلمة نسائم على الرقم 90458 لمشتركي عمان تل وأريد، وضاعف فرصتك بالفوز. مهرجان صلالة السياحي 2015. مستكملين معكم مشاهدين الأحبة وين ما كنتم تتابعون برنامجنا، وأيضا تحية للي انضم في هذه اللحظات يتابع برنامجنا من صلالة. كالعادة ضيوفنا مميزين وجميلين، وأكيد المواضيع اللي كذا نطرحها إن شاء الله أيضا تنال إعجابكم وأيضا تأخذون منها الفكرة والمعلومة والفائدة. تقيم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فعالية تحت عنوان الإسلام تفاهم وتعايش والتعاون. الحديث عن هذا الموضوع معنا منال بنت عبد العزيز الرواس، وهي باحثة دينية مكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية والمشرفة العامة على الفعالية. منال مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور، وأشكركم على استضافتي في هذا المكان الجميل والبرنامج الرائع القريب من قلوب كل الناس. تسلمين، الله يسلمك يا رب. طبعا سعيدين بتواجدك معنا. الفعالية فعالية تفاهم وتعايش وتعاون، من منطلق هذا المسمى أكيد الفعالية كذا لها أهداف ومساعي كثيرة، لو بس تعرفينا عن هذه الفعالية. قبل ما أتطرق لهذه الفعالية أحب أذكر أو أنه من المعلوم أن رسالة الإسلام هي رسالة جت الأقوام كافة عبر الأزمنة المختلفة، وهي رسالة تحمل في طياتها الخير والصلاح والفلاح لكل الناس، للفرد والمجتمع. فدورها رؤية الإسلام تفاهم وتعاون وتعايش هي إبراز رسالة الإسلام لمختلف الثقافات لتحقيق وبناء جسور التواصل بين المسلمين وغير المسلمين. جميل. بوجود مثل هذه الفعاليات وخاصة تزامنا مع فعاليات مهرجان صلالة السياحي وأيضا موسم الخريف، أنتم إن شاء الله بكرة راح تبدأون التدشين لمدة 4 أيام مثل ما فهمت منك، أكيد غير عن الرسالة المشاركين الموجودين في هذه الفعالية، هل حرصتم أيضا على تواجد عدد من المشاركين أو هي كمشاركة عامة من الوزارة؟ أولا الفعالية هي مدتها تقريبا مستمرة لطوال العام، والمشاركين كل من لديه الرغبة بالمساهمة في بناء جسور التواصل وإظهار الإسلام بصورة الجميلة النقية الوضاءة مرحب فيه في هذه الفعالية، سواء من المسلمين قد تتفاجئ أحيانا الناس من غير المسلمين. يعني في واحدة من بلجيكا صحفية تسعى لإبراز صورة الإسلام، هي مش مسلمة. جميل. بس حبا في هذا الرسالة الإسلامية. جميل. بس مثل ما حكيتي لي أنت خلف الكواليس أن المعرض تقريبا 4 أيام وتحاولون أنكم تبرزون رسالة الإسلام للثقافات الأخرى، ومثل ما قلنا يمكن بعض الأشياء أحيانا تشد أيضا غير المسلمين لأيضا توصيل هذه الرسالة. محتوى هذا المعرض إيش محتوى؟ المعرض ينقسم إلى يتحدث عن ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هي المبادئ الإسلامية النقية اللي مذكورة في القرآن التي لا يختلف عليها اثنين. تعرف نحن حاليا عندنا بعض الاختلافات في المذاهب، ولا نقول لها اختلافات إنما هي رؤى مختلفة وجهود مشكورة من الجميع، ولكن المعرض يجسد المبادئ الإسلامية المذكورة في القرآن الكريم فقط. أما المحور الثاني فهو يتحدث عن مسيرة الأمن والرخاء لصاحب الجلالة حفظه الله وأبقاه، أمين يا رب، ويجزي عن الجميع كل خير عن هذا الأمن اللي يحيا فيه بلادنا الحمد لله. الحمد لله. والمحور الثالث عن الإعمار والبناء، فإحنا بالعكس الإسلام دين إعمار وبناء وليس دين إرهاب، ولقينا تسليط الضوء على علماء المسلمين اللي هم جذور العلوم الحديثة من أهم المحاور اللي يحتاج يعرفها الجيل الجديد من المسلمين وأيضا من الثقافات الأخرى. جميل. طيب طبعا المعروف دائما ودائما ما يذكر أنه عمان بلد العلماء، بلد الثقافة، علماء الدين، هل حرصتم أيضا على تواجد هؤلاء العلماء ككتب لهم، كمخطوطات، كفقه، كأشياء دينية موجودة معكم في المعرض؟ أكيد هذه في الخطة. حاليا في المعرض هي فقط لوحات عن الإسلام مثل ما خبرتك وعلماء المسلمين القدامى، ولا أتكلم عن علوم الدين علماء المسلمين، إنما أتكلم عن العلوم
من مختلف المجالات، الفيزياء، الطب، الهندسة، حتى الموسيقى. جميل. من علماء المسلمين. جميل. أما العلوم الدينية فإحنا عندنا بإذن الله تعالى اتجاهات، هو إعداد مطويات وكتب علماءنا وعلماء المسلمين كافة، والسعي إلى ترجمتها بلغات مختلفة إن شاء الله لتقريب الثقافات. نعم، ذكرتم كلمة رؤية، لماذا رؤية غير عن نشاط؟ مثل ما قلنا الإسلام دين واسع، رسالة شاملة جاءت لعدة يعني من مختلف عبر الزمان، ودائما تتوائم وتتلائم مع كل الأقوام مهما اختلفت ثقافاتهم جنسياتهم. ولعمق هذا الدين، الدين هذا عميق ومتين درجة يتناسب وقادر مواجهة كل التحديات، وأيضا من المرونة بحيث أنه ممكن يتآلف مع أي متغيرات. فكلمة رؤية أنه ما في إنسان يقدر يقول أو يعرف هذا الدين العميق المتين المرن برؤية واحدة أو بنظرة واحدة يقول الإسلام كذا كذا كذا، إنما هي محاولة وسعي وتبسيط جانب معين من الإسلام وهو التفاهم والتعايش والتعاون، على وعسى نقدر نوصلها ونبني بها جسور التواصل مع الثقافات الأخرى إن شاء الله. طيب منال، دائما أيضا مثل ما أنت تفضلتي العلوم الدينية كثيرة، والدين دائما نقول دائما نردد هذا الشيء إنه الدين دين يعني معاملة وليس دين شد أو تعصب بمختلف المذاهب والثقافات المختلفة. إيش رؤيتكم إنه الآن ما هي الطريقة السلسة خلينا نقول لتوصيل أيضا رسالة الإسلام للشعوب والثقافات الأخرى؟ هل هو عن طريق مثل تواجدكم أنتم كمعرض؟ هل هو أيضا طريق عن وجودكم خارج المعرض لتغطيات خارج المناطق أو المحافظات أو الدول الأخرى؟ هي بإذن الله تعالى نحن عندنا النية أن المعرض هذا متنقل عدة أماكن. جميل. من مختلف الأماكن حسب تواجد أكثر شيء الوفود الوافدين. بالنسبة للثقافة إرسال الرسالة، إن أفضل وسيلة أنك تعبر عن الإسلام أولا حسن المعاملة. يعني ممكن تجيب أجنبي وتقول اعمل وديننا رائع وديننا ممتاز، لكن لما يتأمل سلوكك ويشوفه يقول بتتغير. بالضبط. بالضبط. وكثير أسلموا من المعاملة دخل الإسلام. يعني مثلا أبسط الأمثلة، تلاقينا ربات المنزل تجيها الخادمة تشوف سلوكها فقط وتحب من سلوك ربة المنزل تحب الخادمة أنها تدخل في الإسلام. فعلا. يعني المعاملة أقرب شيء إلى قلب الإنسان. وكثير سمعنا قصص من هالقبيل. الحمد لله. فعلا. طيب منال، بما أنكم أنتم ما شاء الله كذا خلينا نقول فعاليتكم طول السنة مثل ما تفضلتي، وهالمعرض فقط 4 أيام طوال السنة، ما في بعض المواقف الجميلة التي أيضا حدثت لكم سجلت في مسيرتكم من ضمن أيضا بما أنك أنت أيضا باحثة دينية؟ المواقف قصدك مع الوافدين ولا مع الفوافدين؟ في عدة أشياء، مثلا لما بتلاقي أنه أو أريد أذكر نقطة محددة، أنه الكثير يتوقع أنك عشان تعرف بالإسلام يجب أن تكون على دراية وعلوم. لا لا، أبدا 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 أبدا. سبحان الله، الإسلام دين قلبي، منبعه القلب، يصدقه العقل، يجسده، يترجمه ويصدقه الفعل. فالهداية من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، إنما إحنا نسعى لإبراز هذه الرسالة كإيش؟ معذرة إلى الله إن إحنا جسدنا ومثلنا هذا الإسلام، وليس للدعوة أو لا. الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء ويهدي من يشاء بطريقته، وإنما إحنا نسعى إن نقول هذا هو ديننا، نمثله ونجسده ونكون خير الرسل وخير الخلفاء بإذن الله تعالى. أما المواقف، بالنسبة لبعض المواقف، في قصة يعني يمكن أكبر دليل على هذا الشيء أحب دائما أذكرها وأرددها. نقيضين مرت فيني التجربة من شخصين. في واحدة كنت أعرفها يمكن تقريبا لمدة 4 سنين وأنا أحاول أعرفها بالإسلام وأقول أتأسلم أقنعها بالإسلام، يمكن ما تركت لا حجة لا منطق لا عذر، يعني أجيب لها الدراسات أبدا. تقول لي منال، والله كانت تبكي وتقول منال أنا مقتنعة لكن في شيء داخلي يمنعني، في شيء يمنعني. وسبحان الله تقول أقول لك أهلك، تقول لا أهلي موافقين وأنا جدا مقتنعة بس شيء داخلي يمنعني. على النقيض، كنت مرة في محل في الكاشير اللي حاسب فكلموا عن الإسلام، فقال لي الإسلام للخليجيين. إحنا الهنود لنا الهندوسية. أيه. فقط منعاته عن الإسلام معلومة جدا بسيطة. قلت له لا، الإسلام لكل الناس. قال أنا ممكن أسلم؟ قلت له أيوة. قال يعني أنا الحين ممكن أكون مسلم؟ قلت له أيوة. والله العظيم بكى ونطق الشهادة هذه كل لحظة. سبحان الله. ولا قلت له لا حجة ولا منطق ولا قلت له أي حاجة. سبحان الله. سبحان الله، قلبه مسلم. الله يهدي من يشاء طبعا. طيب منال، يعني مثل هذه القصص بصراحة يعني واحد يقشعر جسمه لما يسمعها،
وايضا مشايخنا دائما ايضا يذكروها في اكيد يذكروها في ايضا محاضراتهم الجميله لقاءاتهم مع قدوتنا هم قدوتنا في هذا الزمن وكثير من الناس اللي سمعنا بالمئات ايضا اللي اسلموا سواء في عمان او خارج عمان عن طريق ايضا المشايخ. ايضا ما هو الدور الفرد؟ انتم باحثين دينيين او مرشدين دينيين عن طريق الوزاره، لكم خلص مهنتكم المعروفه، لكم حجتكم برهانكم ودليلكم الديني احيانا، لانه احيانا لما تسالين شخص يقول لك ما هو دليلك؟ كيف يبتي هالمعلومه؟ بس حتى لو انت اثرتي فيه بمنطق بس مثل ما قلتي اذا قلبه ما يبغي خلاص ما تقدرين يعني. فما هو خلينا نقول نحن دور الفرد، نحن كافراد مش تابعين للوزاره، ولكننا كافراد بغض النظر عن تعاملنا الديني او تعاملنا السلس او الطيب، ما هو دورنا ايضا الفعال لتعريف ايضا او ابراز رساله الاسلام للثقافات الاخرى؟ دورنا له محورين او اتجاهين اساسيين. الاتجاه الاول واللي ما نقدر انكره ولا نستغنى عنه مهما قلنا هو سلوك الانسان اولا واخيرا، المعامله، حسن المعامله ثم حسن المعامله. نحن يعني الحمد لله انفتاح الدوله بيسمح بدخول الاف الوفود من مختلف العالم لبلادنا. حسن المعامله لقيت له اكبر تاثير من اي كتاب مطويه، لا يعني ان نستغنى عن الكتيبات والمطويات بلغات اخرى، بالعكس هذا هو المحور الثاني المكمل للمعامله. لا يصل ان انا اطرح عندي انسان اعطيه مطويه واقول له قول الصدق وقول افعل وافعل وانا لا ما يشوف هذا الشيء اجسده كفعل وتصرف من خلاله. فافضل في دور للفرد انه هذه العماله الوافده الالاف اللي بتدخل البلد اني اجسد لها الاسلام، اشرح لها الاسلام، ابرز لها صوره الاسلام ورسالته سواء بالمعامله او بالمطويات او بشريط اي حاجه، يعني بحيث انها تفهم اسلامنا لا للشيء الدعوه لا ابدا، بالعكس انا ابرز الاسلام انه يعرفني فيامنني. لما اعرف الشيء اامنه، لكن لما تكون انت مجهول، تعرف الحين الاعلام والرسائلات اللي بتطلع من عند الاعلام والافكار اللي بيزرعوها تخلي كثير من الاجانب يدخلوا البلد هم خايفين من الاسلام اوريدي في عقله، انت ارهابي يمكن في الشنطه في سكين او مسدس. لا بالعكس، نريد نقول لهم احنا انه اسلامنا جميل، اسلامنا حب، اسلامنا تسامح، تعاون، تعايش. قبل ما تجسدها بالكلمات ضروري 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 اجسدها بالسلوك. نعم اذا هو خلينا نقول السلوك هو المحور الاساسي للتعامل وايضا لابراز هذه الرساله. ما ادري اذا حابه تقولين اي كلمه اخيره منال. والله في يعني اول حاجه ان اسال الله سبحانه وتعالى القبول لهذه الاعمال وكل الاعمال الخالصه لله سبحانه وتعالى، يجعلها القبول في السماء وفي الارض. وان يتم الرساله على خير رب العالمين. وثانيا احب اتوجه بالشكر القلبي الكبير لمعلمنا وباني النهضة صاحب الجلالة حفظه الله وأبقاه على مسيرة الأمن والرخاء اللي حظينا فيها، وأتمنى أنها تمتد للأجيال القادمة يا رب العالمين. آمين. وثانيا أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ وزير الأوقاف جزاه الله خير على جهوده الدؤوبة لبناء جسور التواصل وفق مسيرة الأمن والرخاء، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى بلادنا وأوطاننا وكل بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. وأتمنى أن الجميع تتكاثف الجهود لبناء هذه الجسور وان يتجنبوا الخلافات والاعراض، ان في موضوع احنا اختلفنا فيه نعرض عنه، انا اقول رايي، ما اتفقنا نعرض، لكم دينكم ولي ديني، لك راي ولي راي. نعم. الحمد لله واسلامنا واسع وشامل مهما اختلفنا في افكارنا وفي ايضا مبادئنا، لكن تظل هناك خلينا نقول نزرع المحبه بيننا ولا خلاف في ذلك. بالضبط. شكرا لك منال بنت عبد العزيز الرواس الباحثه الدينيه بمكتب وزير الاوقاف والشؤون الدينيه والمشرفه العامه على فعاليه تفاهم وتعايش وتعاون، شكرا لحضورك معنا. شكرا. اشكرك كثير واشكر جميع طاقم العمل على هذا البرنامج الرائع. تسلمين نورتينا وهديتي نفوسنا، تسلمين الله يخليك، جزاك الله خير. اذا احبتي ما زلنا متابعين فقرات برنامجنا من صلالة، الحين نروح للمرشد السياحي هذا التقرير الجميل، ثم لنا عودة لاستكمال ما تبقى فيه من صلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين.
اليوم فقرتنا عن موقع تاريخي، وهو يعتبر من أهم المواقع التاريخية ومن أهم الموانئ القديمة التي استخدمت لتصدير اللبان إلى دول العالم القديم، ألا وهي مدينة سمهرم التاريخية. فهيا معنا لاستكشاف هذا الموقع. تقع مدينة سمهرم شرق مدينة صلالة في حدود 40 كيلومتر، وهي تأتي بعد طاقة تقريبا بحدود 5 إلى 6 كيلومتر. من ضمن أهم الأسباب لبناء هذه المدينة في هذا الموقع هو خور روري، حيث كان يشكل خور روري ميناء طبيعي لرسو السفن فيه. كما هو ظاهر في الصورة هنالك سد رملي يفصل مياه البحر عن مياه الخور، وكما هو معروف أن خور روري هو المجرى المائي لشلالات دربات المشهورة، فلما يكون في هنالك شلالات قوية تنساب مياه الشلالات في المجرى المائي وتقوم بدفع هذا الحاجز الرملي فتمتزج مياه البحر مع مياه الخور. كما يعتبر الخور أو خور روري من الملاذات المعروفة للطيور المهاجرة، فيمكن مشاهدة طائر الفلامينغو، طائر النورس، والعديد من الطيور الأخرى. فأيضا الزائرين لهذا المكان بإمكانهم بالإضافة الاستمتاع برؤية الآثار الموجودة، أيضا رؤية هذه الطيور المتواجدة في خور روري. ينقسم هذا الموقع إلى ثلاث قطاعات رئيسية. القطاع الأول المخازن التي توجد في الجهة الجنوبية الشرقية، توجد العديد من الغرف الكبيرة اللي كانت تستخدم كمخازن، وكما هو معروف تجميع اللبان يأخذ فترة زمنية طويلة ويتم تجميعه من مختلف مناطق محافظة ظفار. طبعا ينتظرون قدوم السفن لأنه أيضا السفن ما بتجي كل يوم، تأخذ أيضا فترات زمنية متباعدة. القطاع الثاني قطاع السكنة، حيث هنالك العديد من الغرف التي كانت تستخدم كغرف نوم، أيضا يوجد بئر الماء الذي كان يستخرج منه الماء لاستخداماتهم اليومية. والقطاع الثالث اللي هو في الجهة الشمالية الغربية وهي قطاع المعبد، حيث هذه الحضارة وجدت ما قبل الإسلام وكانوا يعبدون إله يسمى سن. من أهم صادرات هذا الموقع كان اللبان، وكما هو معروف أن اللبان قديما كان ذا قيمة عالية جدا، حتى أن بعض المؤرخين ذكروا أن اللبان كان يقارب في سعره سعر الذهب. فلنا أن نتخيل الدور الاقتصادي الكبير الذي لعبه اللبان في اقتصاديات هذه المنطقة. كما تم التأكيد على أن اللبان تم تصديره من هذا الموقع إلى عدة دول من العالم القديم، منها على سبيل المثال إلى مصر في أيام الفراعنة، إلى الإغريق، إلى الصين، إلى الهند، وإلى الرومان، وإلى مختلف دول العالم القديم خلال حقب زمنية متباعدة ومختلفة. تم العثور من خلال التنقيب على العديد من المقتنيات، منها الحلي النسائي، الأدوات التي كانت تستخدم في المطبخ، والعديد من المواد والأدوات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية للناس الذين عاشوا في هذا المكان.
تذاكر الدخول لهذا الموقع ريالين للسيارات الصالون وسيارات الدفع الرباعي، 20 ريال للباص 15 راكب، 50 ريال للباص 25 راكب، و100 ريال للباص 50 راكب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى أن نلقاكم في فقرة أخرى في موقع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في كشتة بن عثمان. اليوم بستضيف زميلي وأخي وصديقي المتألق عبد الله السباح. خلاص عملت احتلال أنا على الكشتة. أزاك الله بالخير يا مرحبا. إياك الله يا مرحبا. يعني صديق وعزيز في المجال الإعلامي وتاريخ ما شاء الله تبارك الله في تقديم البرامج المفتوحة والمسابقات والحوارية، وفي هذه المرحلة هو أكاديمي متخصص، احنا مسمينا الدكتور تيمنا، خلال السنوات القادمة إن شاء الله يحصل على شهادة الدكتور. مو أنت بس 5000 متابع في الفيسبوك يقولوا لي الدكتور. الله يستر. نرحب بالإعلامي والزميل أحمد بن محمد العثمان. يا مرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيك. أنا سعيد جدا بوجودي معك، وسعيد أيضا بالتواصل مع المشاهدين الكرام من خلال برنامجكم، من خلال كشتتك الحلوة. الله يخليك. مع المخرج الرائع عامر،
استاذتنا شريفه هناك. ما ادري ايش اقول يعني دكتور، لسه شويه باقي يعني مشوار على دكتوره. انا بتكلم شوي معك بعدين عن تفاصيل التحضير بالنسبه للرساله وكذا، بس قلنا قبل ما ندخل في تفاصيل نقدم لك قهوتنا اليوم. جتنا حلوه من البحرين، اهداء من ابناء راشد بن حمد المعمري، نقول لهم يعطيكم العافيه اهل البحرين. وايضا ما ننسى الحلوات الشيخ عبد الحكيم القاسمي اللي دائما كذا تنورنا من مصانع صحار، مصنع حلوى صحار دائما ما شاء الله كل يوم. خلنا الحين بس نفتح عشان الحلوى البحرينيه نذوقك حلوى بحرينيه. استفتح انت. ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا تفضل يا الحبيب. ها طيب احسنت. ترى على فكره الاجواء الخارجيه هذه واصله من البحرين اليوم، يعني اعذرونا الاخوان ترى بعض المرات تلاحظون يمكن بعض المشاهد غير فنيه كذا تصير، بس هي خارج عن ارادتنا تعرفون. ما شاء الله لذيذه اجواء خارجيه يعني. بسم الله ما شاء الله ما قصرتوا يا اولاد المعمري، ما قصرتوا، يعطيكم العافيه. احسنت جزاك الله خير. حلوه طيبه. وقهوتنا طبعا دائما من هشام، ما شاء الله تبارك الله ما قصرت يا هشام. شكرا لابناء راشد بن حمد المعمري، حلوه وصلتنا من البحرين. كل شكرنا في دول مجلس التعاون. نشكر أهلنا وأخواننا في البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي. أنت من محبي الحلوى؟ أيوة. كيف؟ يعني ما شاء الله يعني في المناصر. أنا شوف اللي جالس يشوفني هالفترة يقول لي نزل وزني. أنا كان أيوة. أنزل... بديت أحقن على فكرة. أنا كان وزني نازل عن كذا 4 كيلو أول ما وصلت. حلوى ورمضان والعيد عدى علينا وزدت الأربعة كيلو هذه. عموما منورنا الزميل أحمد عثمان، اليوم بنتواصل معاه بنتكلم إيش كثر مهمة شبكات التواصل الاجتماعي بحكم أنها جزء من رسالته في عملية الدكتوراه وأثرها على الانتشار في أي برنامج كان برامج تلفزيونية وكذا كذا. بس نخلص قهوتنا. أحسنت يا هشام، في عرسك إن شاء الله يا رب. أحسنت يا هشام، جزاك الله خير، شكرا. زين خليني شوي بتكلم معك التواصل الاجتماعي الحين، تويتر فيسبوك، حتى احنا عندنا في صفحة خاصة للبرنامج على التويتر والفيسبوك وكذلك الانستغرام. ايش كثر مهم الحين صار رافد اساسي خاصه من ناحيه نظر اعلاميه وكذلك اكاديميه. شبكات التواصل الاجتماعي كما هو معروف يعني الناس اللي جالسه تستخدم وتتابع اولا ببدا بشغله في تخوف على مستوى مجتمعنا، احنا مجتمعات المحافظه اكثر من مجتمعات الغير محافظه من شبكات التواصل الاجتماعي. حتى الدول الغير محافظه تخاف انه مثلا يشغل ابنائها ويشغل الناس وما اخذ الاهتمام كله بين الزوج والزوجه، ما في تواصل بين الابناء، ما في تواصل العائله. هذا الجانب السلبي خليه شويه. الجانب الايجابي في كثير ايجابيات في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني واحد مغترب مثلي مثلا كيف اعرف اخبار البلد، اخبار اصدقائي اصحابي الناس اللي أتواصل معهم هم يعرفوا أخباري، وهذا صارت نافذة مفتوحة على العالم، فليش أرفضها؟ ليش ما أتعامل معها بحكمة وبروية وبعقل يعني، بس أستثمرها. الآن جالسين نشوف حول العالم رؤساء دول، نجوم، مشاهير عرفناهم من خلال التلفزيون وشاشات التلفزيون والإذاعات والصحف، كلهم جالسين يستثمروا الانستغرام، يستثمروا التويتر وكذا، لأنه عرفوا أنه في جمهور قادم. جيل شاب جديد ما له علاقة بالتلفزيون، ما له علاقة بالإذاعة، الصحافة يفتح لك جريدة من الصبح وقهوة وما في واحد عمره 13 سنة، انستغرام، فيسبوك، تويتر. زين ايش كثر تحس الحين احنا مثلا برنامجنا من صلالة قاعدنا نروج لنفسه من خلال صور كواليس العمل، الجمهور، عندنا هاشتاج من صلالة، عندنا هاشتاج سيلفي من صلالة، هاشتاج كشتة السباح. هذا شخصية عاد. القصد إنه إيش كثر إنها رافد أساسي في جذب الناس للمتابعة، لمتابعة البرنامج إن كان على الهواء أو حتى ما بعد نهاية البرنامج وتشويق الناس للعناصر. يعني أنا صورتك ترى على فكرة. والله. بعد شوي بقول ترى الحين. مرة مباشرة. يعني مثل ما قلت قبل شوية، التلفزيون لا زال محتفظ بجمهوره ولو جمهور، له ناس من المتابعين وخاصة من الناس اللي ممكن نقول في جيلي أو الأكبر. في السن يحبوا انه يشوفوا التلفزيون ويتابعوك. ولكن الجيل الجديد، الجيل القادم، ال 12 سنه 15 سنه، تحصل نسبه مشاهدته للتلفزيون قليله وتكاد تكون معدومه. يعني 15 سنه يتابع اخبار مثلا او يتابع برامج وثائقيه ثقافيه، ولكن مصادره لاستقاء المعلومه هي السوشيال ميديا. فاللي انت جالس تسويه او اللي انتم تسووه كفريق عمل باستثماركم لمواقع التواصل الاجتماعي اكيد شيء يعني
نقول ايش مواكب للزمن هذا يعني, وتجذب الجمهور اللي هو اقل سنا على الاقل, والشياب اللي مثلنا لا لا يتشببوا يتابعوا برامج التواصل الاجتماعي يعني. زين الحين من ناحيه اكاديميه شلون تجمع المعلومه؟ هل هي تكون زيارات ميدانيه, ببحث ميداني, تتواصل مع الناس؟ خلينا شوي نعرف. تكلم عن بحثي انا بشكل عام يعني. كيف تعدله؟ على حسب, بس انه في مثلا على سبيل المثال انا مهتم بالمحتوى, محتوى الاعلامي, المضمون الاعلامي, فهذا ما يحتاج زيارات ميدانيه بقدر ما يحتاج متابعه ماده. لا كانت صحافه, كانت السوشيال ميديا مثلا او مواقع التواصل او التلفزيون على حسب الماده لها. في جزء ثاني, جانب ثاني بس على اساس ما اعرف توقيتكم احاول اني اكون شويه سريع. الجانب الثاني الزيارات الميدانيه ممكن تكون استبيانات حسب اللي الناس اللي تدرس الجماهير او تدرس او في حالتي انا احاول ادرس التلفزيون والاذاعه, فممكن اعمل لقاءات مع الناس اللي قاسه تعد المادة مثلا محررين الأخبار أو إذا كان معدين إذا باقي الجانب البرامجي يعني. ففي من هذا على هذا. أنا بحاول شوية ناخذ حوار, ترى السوالف مع أحمد ترى ممتعة ما تتخيلون. هو صحيح صديق من خلال الشاشة وخلف الشاشة, أتمنى ذلك. لا 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 ما شاء الله عليك. زين بحاول شوي أطلع من الجانب الأكاديمي. أنت إن شاء الله بالسلامة. قد وسيريس بالسلامة إن شاء الله. مسافر بكرة إن شاء الله وبتظل فترة طويلة يعني, وإن شاء الله ترجع لنا إن شاء الله بالتوفيق يا رب. الأجواء الخريفية يعني الله. الرحلات إحنا ترى كشتتنا أساسا نشجع الناس للطلعة للتمشي, يغيرون جو إن كان أسريا شبابيا. واليوم في أحد كنا واعدنا يسوي لنا عزومة ما يدرى عبي سوى لا. كيف بالنسبة لك, هل أنت من الناس اللي تعد الرحلة ولا لا حامل محمول زي ما يقولون؟ والله ليه بس كذا فضايح الهوى يعني. بيني وبينك غالبا احب اكون حامل محمول, احب اتعب نفسي كثير يعني. اذا في ناس قاسه تعد خلي اللي يعد وروح انت استمتع وكل مع الناس واشرب مع الناس. ولكن احيانا تجي الهبات كذا انه يلا سووا نطلع فنروح نشتري ولا نعمل, بس انا مو من الناس اللي يذبحون يسوون لا اشتري جاهز. شوف احب الراحة في الموضوع, أسهل الطرق. إلا صماطك جاهز, سمتك جاهزة, ما أدري إيش, كل شيء جاهز كذا معلبات. ولا الناس قاسين يطبخون, ليش تروح تتعب نفسك, روح اشتري الطب. لكن لا يصير مرات إنه نعمل شوي ما شوي كذا. بس في البيت يقولوا لي انت افشل واحد في توليع القمر. توليع القمر ياخذ انا عارف يعني ترى ما ادري ناس تاخذ منهم ربع ساعه نص ساعه, انا بالساعات. يقولوا احنا لما اقول انا على بالي افرحهم يلا نطلع بنشوي, يقولوا يتشائموا لا 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 ارجوك انت بتشوي ولا حد. انا بعمل لكم المهم يصير في تشاؤم في البيت. المهم حابب اعلمك السر انا بعدين شلون تولع بشكل سريع. تذكر راسلك انا مره مسج ما ادري انا احط هذيك الشغلات اللي يبيعوها وما في فايده. ما علي تكبر وش لي نكس واوراق وولع في الدنيا كلها وما في فايده. زين ذكرياتك مع اجواء الخريف ان كانت برامجيه او حتى على مستوى شخصي يعني. طبعا يعني انا ابن هذه البيئه, تربيت في هذه البيئه من وانا صغير. فذكرياتي مع الخريف لا تعد ولا تحصى من كل النواحي. تريدها في نواحي مثلا الرحلات والطلعات والشباب والسهر. على ايام زمان كنا نسهر كثير برا يعني في اجواء الخريف, يمكن مش بس نستمتع بالطبيعه بالنهار, ايضا في الليل كان وضع مختلف. الشباب يطلعوا, اغلب الشباب امسيات, واللي يعزف عود وجلسات عود وطرب ومش عارف ايش. هذا كان جونا احنا في ايامنا يعني, كان منتشرين في كل مكان. على مستوى العمل أنا اشتغلت في التلفزيون 12 سنة ونص ما شاء الله. بقول 80% منها كانت فترة الخريف هذه اللي هي فترة اللي ممنوع تاخذوا أجازات, لازم تشتغلوا. فدائما برامج الخريف من أيام ما كانت اسمها ناس والخريف. ناس والخريف وهذه الشغلات فيعني يعني ركز لي على شغلة عشان أقول. لا إذا كان مثلا كانت برامج مسائية ولا فترة نهار؟ لا غالبا أنا اشتغلت كلها في البرامج النهارية. حتى في موسم المواسم أتذكر كان 98 كان سياحة في بلادي يقدم من مسقط, بس فترة الخريف أي نعم كان من حظي أنا وأتوقع يمكن كان عامر العامري هو المخرج في هذه الفترة. زين في نفس الوقت بالنسبة للمواقع السياحية أنا أحب أستثمر بوجودك يعني كإعلامي كأكاديمي في نفس الوقت طلابك يعني أحد
طلابك بعد موجودين. اي والله هشام الرواس نقدم له تحيه، هو دائما التنسيق والتحضير والتشبيه. اقدم تحيه لهشام الرواس ومطالب المتميزين وكل طلبتي طلب طلابي وطالباتي كلهم في اي كانوا في اي مكان، مسيهم بالخير. ازاي تحس انك الحين يعني تعرف في الواحد لما يحس طلابه يشتغلون معاه في نفس المهنه وفي نفس المجال، ايش الشعور؟ يعني انا شوف انا تعودت من الناس في بيئه العمل خاصه الاكاديميه، حتى اللي عنده ماجستير كاساتذه تقول له يا استاذ او يا دكتور مثلا، فانا تعودت كلمه استاذ دكتور استاذ، فطلبتي لما يدخلوا لحاجه مثلا لسؤال عنها فاقول له يا استاذ، ففي بعض الطلبه يقول لك انا مو استاذ دكتور، قل له لا عادي انت في يوم من الايام انت قاعد تدرس اعلام، بتتخرج وبتصير زميلي في المهنه ويمكن تصير مخرج كبير اسم، ممكن مذيع، ممكن واتيفر يعني اللي بيكون، بنصير خلاص زملاء في النهايه، فانت استاذ من الحين. يعني اكثر شيء تحن له في عالم الاعلام التلفزيون كان ولا اذاعه؟ احن للكاميرا، احن للقاءات، احن للناس، انا احب الناس، فاحن للعشره، احن لهذه شوف فيس تو فيس هذه ولا وجها لوجه، نتكلم انجليزي بعدين تقولوا لنا لا تتكلموا اللغه الانجليزيه، هذه احن جو العمل، هذه البيئه هذه فيها ديناميكيه، فيها حركه، فيها حياه. انا ما احب جو المكاتب واجلس وارسل فاكس وارسل ايميل ومش عارف، هذا جو تماما متعب. انا بصراحه اتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا احمد، تروح وترجع لنا بالسلامه جميعا ان شاء الله، وعلى قولتنا اخواننا المصريين وترجع لنا بالشهاده الكبيره ان شاء الله يا رب. واقول لك دكتور احمد من الحين تشجيعا ان شاء الله كذا عشان نشد بن ازرق، دعواتكم دعواتكم، انتم قاعدين تضغطوا علي لما تقولوا لي دكتور لازم اخلصها يعني. ان شاء الله ان شاء الله دعواتكم ان شاء الله. كلمه اخيره تحب تقولها لجمهورك اللي قاعد تتابع؟ اقول لهم احبكم حب كبير، مشتاق لكم كثير، وسعيد جدا باني اتواصل معاكم من خلال برنامج من أنا أتواصل مع بعض الجمهور طبعا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الآن كتلفزيون هذا من زمان تقريبا يعني، و القادم أجمل إن شاء الله. الله يديمكم إن شاء الله ويديم المحبة بيننا. آمين إن شاء الله. شكرا شكرا لك كثير على هذه الاستضافة. الله يخليك عزيز وغالي. وإحنا نقول لجمهورنا اللي تابعنا في برنامجنا من صلالة، فاصل وراجعين. من الأشياء التي تبدو صغيرة تكبر أحلامنا معا نحو عالم أفضل، فنسعى بخطى حديدة لنحقق آمالنا المشتركة، لنبني معا غدا مشرقا. المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، نلامس حياة الناس. برنامج نسائم على سيارتي مازا 6 خلال برنامج مساء المهرجان بتاريخ 20 و30 من أغسطس في تمام الساعة 8:30 على تلفزيون سلطنة عمان. أرسل كلمة نسائم على الرقم 90458 لمشتركي عمان تل وأريدو، وضاعف فرصتك بالفوز. مهرجان صلالة السياحي 2015. يرجى أخذ الحقيبة عند الاقتراب من الشواطئ خلال موسم الخريف، وتجنب السباحة نظرا لارتفاع موج البحر. أنا كذا وعيوني وكل دخل. مع تحيات وزارة السياحة.
تماما واضحه. قولوا صوت الاعصاب الواضح. صوت الاعصاب الواضح. الاعصاب سمعوا زين. انتوا يا شباب لا تعلوا صوت الاعصاب. إذا مشاهدينا متابعينا ما زلنا مستكملين معاكم فقراتنا. أنا تعلمت أبيات من قصيدة هي لفن إنانة. أتمنى إنه أنا أقدر إني أوصل اللهجة بالشكل الصحيح. هي تقول توب الرحم توب الرحم خرف هير ضرس معتين هير ضرس خطف هي كونك معتني لغريمك تطف. إن شاء الله أكون قدرت لأنه سالم زميلنا سالم العامري دوم يلح علي يقول لي قولي هالقصيدة. وشكرا أيضا لزميل طارق النهدي لأنه كان يحاول أنه يساعدني عشان النطق يكون صحيح. وطبعا هي معناها أنه أعتقد الخريف جميل بس الأجمل لما أتي الخريف لحبيبك أو أنك تلاقي فيه حبيبك. والخريف جميل طبعا لكل الحبايب وكل العشاق. إذا نحن متواصلين معكم لكن نروح وين؟ الروح لهاشتاج سيلفي من صلالة وهاشتاج من صلالة الموجود على الانستغرام وهاشتاج من صلالة الموجود على تويتر. نبدأ بسم الله. واليوم صور كثير تجنن. نقول بسم الله. هذه أول صورة كثير رائعة. سبحان الله كيف تدرجات المسطحات الخضراء وفي نفس الوقت الضباب. صورة ثانية هذه رائعة. شوفوا أحلى صورة من المصور فهد. يعطيك العافية يا فهد. وكثير كثير كثير أنا تجننت على هالصورة بصراحة اللي كذا تعرض أيضا الثوب الضفاري الأصيل الجميل بلبس هؤلاء الأطفال. الله يحفظهم إن شاء الله. إذا هذه الصورة. واللي يبي يشوف أكثر صور الأشجار يجي عندي أموت شيء اسمه أشجار. كثير حلوة الصورة. شكرا. الصورة اللي بعدها صورة هم رائعة. مكان مو غريب علي بس وين؟ أتين. أتين هذا قبل الاستوديو صح؟ صح ماجد قبل الاستوديو في مرتفع فوق في مطعم هناك وعليه ذكرت من الخشب الموجود. أيضا صورة جميلة من جبل طيطام. طيطام صح؟ صح يا شباب؟ أتمنى أكون نطقت صح. طيطام برافو على الشريفة. أوكي هذه الصورة أيضا الجميلة. احنا بنروح لسيلفي الان سيلفي من صلالة. ايضا هذه الصورة الحلوة اللي وصلتنا من هذا الشاب. شكرا لك اخي العزيز لمشاركتك. ايضا هذه الصورة الجميلة سيلفي من صلالة من افتلقات صح افتلقات. اوكي تمام. ايضا هذه الصورة الجميلة سيلفي من صلالة الشباب. وشكرا هاي طبعا من طوع تير. وانا قلت كل حد يروح كذا لما شباب يصورون سيلفي ويصورون ايضا مشاركتهم في هذا الموسم رحلاتهم الجميله في سيلفي من صلاله او من صلاله. ايضا هذه الصوره للشباب الحلوين. شكرا من جبل اتين يعطيكم العافيه يا رب. وهذه الصوره الرائعه. هذا فطر يسمى باللهجه المحليه قمبا. قمبا يتواجد في وسط الخريف في محافظة ظفار. شكرا أبو محمد تبوك على هذه الصورة على هالمعلومة الطيبة. ونروح لتويتر ونشوف هاشتاج من صلالة الموجود على تويتر. أيضا هذه الصورة من افتلقات. إن شاء الله أنا أبي أروح لهالمنطقة لأن قالوا لي إنها وايد حلوة هي بحر وسهل وكذا. ماجد يضحك علي. اوكي هذه الصورة ايضا الجميلة. اعتقد هو نفس المكان المنتزه او المطعم اللي قبل البرنامج في طلعة كذا فوق في مطعم. وكثير على فكرة هذا المكان حلو تروحه سواء بالمساء او بالنهار يمكن تشوف تقريبا معالم جميلة من فوق الجبل. ايضا هذه الصورة من عين جرزيز وهذه العين تكلمنا كثير عنها وما زلنا نتكلم ايضا عن جمالياتها. وسبحان الله الماي فيها مستمر طول السنة. شكرا لكم. ايضا هذه الصورة الرائعة من مرتفعات قفطوط. قفطوط صح قفطوط. ايضا شكرا لهذه الصورة الحلوة. ايضا هذه الصورة احمد من خلفان المعمري. شكرا لك يا احمد. ترى اللي يكتبون اسمائهم انا اذكر اذا كان يعني الاسم واضح. اذا كانت هذه مجمل الصور اللي وصلتنا من خلال مشاركتكم احبتي وزودونا بمعلومات زودونا بهاشتاج المناطق والقرى وايضا تنقلاتكم الجميله والرائعه. نحن مستمرين معاكم
في من صلالة. خلكم متابعين وإن شاء الله مستكملين معاكم فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وكما عودناكم دائما من خلال الربط المباشر اليوم من وادي نحيز. بدينا مع سالم، بنرجع له مرة ثانية وتفاصيل أكثر وأكثر لهذا الموقع الجميل. في الكلمة لك يا سالم، تفضل. آه سالم متأمل، مبدع سالم، الله متأمل حركات. عبد الله، لولا اليقين من جغرافية المكان لظننت نفسي أنني في مكان آخر من أمكنة الخيال. الله الله، إنني هنا في لكنني هنا في وادي نحيز. الله، وادي نحيز اليوم ولا أروع. ما سمعتنا قصيدة يا سالم. أسمع، لا سمعت القصيدة. لا أنا أنت أيضا أنت أوصف المكان وأنا طالع. أنت ما سمعتنا قصيدة. أنا أوصف قصيدة. المكان أيضا بال أنا أوصف المكان بالمحلية أيضا. أقمد رحم حدر كلقل الوقف ذتري كوبل حطر ذح وقف. هذا أيضا وصف للمكان بأنه اليوم الضباب منقشع والرؤية أيضا واضحة اللي حاب أنه يشاهد هذه التلال الجميلة هنا في وادي نحيز. الكلمات اللي قلتها هي ترجمة ترجمة للعبارات، ترجمة للقصيدة. حلو، حلو. هي على طول عبد الله، ترجمة فورية. الله عليك الله عليك. الوادي طبعا يشتهر بخدر أزهار، هذا بالمحلي طبعا، ويشتهر بعين اكسوت. وهي عين معروفة. الوادي أيضا من خصوصية الوادي وأبناء هذا الوادي إنهم محافظين على عادة جميلة وقديمة، وهي الاحتفاء بموسم الصرب أي موسم الربيع بعد شهر تقريبا. يحتفلون بخطول الإبل مرة عطية الرحمن في هذا الوادي. يقيمون طبعا الطقوس عادات وتقاليد وأيضا فنون شعبية احتفاء بخطول الإبل في هذا الوادي. وربما الكثير والكثير زار هذه الاحتفالات بهذا الموسم، موسم الصرب في هذا الوادي من أبناء المحافظة بشكل عام، لأنه الوادي الخصوصية الجميلة للوادي بأن الوادي مترامي الأطراف ووسيع بشكل كبير. أيضا يميز المكان كثافته والغطاء النباتي الكثيف في المكان. أنا أقدم بس شكر أيضا لسعيد أحمد قطن الملقب بماء السماء على كثير من المعلومات لهذا الوادي، هو ابن المكان. المكان أكثر من رائع وجميل، وأيضا قريب من مدينة صلالة تقريبا 12 كيلو متر اللي حاب أنه يزور المكان، وهو على الطريق الرئيسي بين صلالة مسقط، فقط على أن يتوجه من الجسر ولنعطاه يسارا إلى هذه التلال الجميلة وهذه المرتفعات الخضراء الرائعة. وتحديدا هذا اليوم استثنائي لأنه الضباب منقشع بشكل كبير
عن هذه السفوح والتلال الجميلة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذا الجو الحين يبغانا مضبي ومعذيب. الله، انت دائما عبد الله تقول مضبي بس ما يتنى ولا مرة. لا انت ولا سالم ولا طارق ولا المخرج يضحكون علي على فكرة. ها هذا جميل للتخييم ايضا، بس يخيم الواحد كذا بشكل سريع يعني. نعم نعم. الغطاء النباتي وهذا البساط الاخضر فقط يستاهل زياره كذا سريعه بدون تخريب يعني. زين سالم انت سمعتني وانا قلت الابيات صح من القصيده اللي فنناها صح؟ لا انا برد. اها بس ترجمتها صح في ربط كانت آخر إن شاء الله. ترجمتها كانت صح؟ انا ترجمت قصيدتي. لا قصيدتي انا تدخل في الجانب العاطفي. اها تدخل في الجانب العاطفي، وهي جميل انك تمر في هذه المروج الخضراء. أها. وتزور الحبيب. دائما الحبيب في اغلب القصائد المحليه. زين انا بعيد لك اياها بس ساعدني. اوكي ساعدني فيها. توب الرحيم خر. اوكي توب الرحيم خر. توب الرحيم خرف ما اجمل خريف. انا بحاول اترجم. اوكي توب الرحيم خرف. حاول اقلد هيردرز ابو قيس. خطف هيكونك معتني. هيردرز يتخطف. هيردرز تخطف. خليني اترجم بشكل توب الرحيم خرف ما اجمل الخريف. هي ترجمه بشكل عام. هيردرز يتخطف وانت مر يعني في هذا الخريف وفي هذا البساط الاخضر وبين هذه الجبال الجميله. وهيكونك معتني لغريمك تطف. لقرمك اتخطفه وكذا. هي يعني والاجمل انك تمر في هذه المروج الخضراء وانت تلاقي حبيبك جاي متعني لزياره الحبيب. يا سلام. يعني انا شاطره ولا لا؟ هذه المروج الخضراء صح لسانكم اثنينكم يا سالم ولا. ما قصرتوا اليوم حلقتنا اليوم. اي ما شاء الله يعطيكم العافيه. اليوم حلقتنا. الله يعطيكم العافية بكرة سالم. بكرة عبد الله وطارق بكرة. إن شاء الله. شكرا يا سالم. كل الشكر لك ولفريق العمل المتواجد معك. شكرا شريفة. حبيت البيتين القصيد اللي ذكرتيهم. وإحنا إن شاء الله من خلال أجواء برنامجنا عندنا فاصل وراجعين لكم لا تروحون بعيد.
إذن من ضمن جدولي أمس رحت سينما وحضرت فيلم اسمه فيكيشن، والفيلم كثير كذا عائلي وجميل. طبعا فيكيشن كذا بيودينا إلى السينما، لكن مع وين عبد الله؟ صلالة تايم. صلالة تايم. هذه الفقرة العجيبة اللي من خلال برنامجنا دائما أنا من أكثر الناس اللي يحبون يتابعونها، حسين جعبوب يعطيه العافية، هو الشباب معاه وكذلك المصور أصيل نصيب يبدع بصراحة من خلال هذه الفقرة بحوار ممتع. أنا أكثر شيء يعجبني الحوار الممتع اللي ما بينه وبين الجمهور. أنا أقولها الأسئلة من وين تجيبها يعني، والحلو إنه ما مطلوب منك تقول إجابة، هي بس دردشة ومعلومة حلوة. طبعا حنروح مع حسين جعبوب، وأنا ذكرت السينما لأنه حسين موجود بيكون في السينما وبنشوف هذه اللمات الجميلة اللي التقى فيها مع الشباب مع حسين جعبوب في صلالة تايم ورادين من صلالة. هلا يا مرحبا يا حيهم في صلالة تايم، متواصلين معكم بإذن الله في هالفقرة اللي نحاول من خلالها نسولف ونسأل وندردش ونضحك وناخذ ونعطي مع الرايح واللي جاي. واخترنا موقع الفقرة اليوم من سيتي سينما، تابعونا. يا هلا مرحبا، حياك الحبيب، شو اخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله صحة وعافية. حجزت فيلم ولا بعد؟ والله حاليا بعدنا نشوف الافلام المعروضة لحد الحين. رصيتوا على فيلم ولا بعد؟ لا والله بعد. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اسالني حبيبي. ماذا يقصد بالفن السابع؟ الفن السابع؟ يعني سبعة اشخاص. دراني انا والله. طيب سؤال ثاني، الفرق بين الفيلم السينمائي والفيلم التلفزيوني؟ هو نفس الفيلم، تلفزيون السينما نفس الفيلم اللي معروض. من اعطاك الاجابة؟ والله العقل هذا اللي في راسنا، ايش نسوي به؟ طيب سؤال اخير، لو كنت مخرج البطل اللي راح تختاره للفيلم؟ والله اتمنى اكون مخرج، لكن لحد الحين مستحيل يعني، ماش امكانيه. يسعد مساك. مساك اسعد حبيب قلبي. الله يسلمك ويعافيك. كيف امورك؟ ابشرك على ما تحب ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. حجزت فيلم ولا بعد؟ والله لسه مع نسيب خالد، ان شاء الله نحجز لنا الفيلم اللي يناسب ان شاء الله. ماذا يقصد بالفن السابع؟ الفن السابع؟ والله مالي بالفنون، تبي فن الثامن عندي. طيب سؤال ثاني، ما الفرق بين الفيلم السينمائي والفيلم التلفزيوني؟ والله ورطتك صح؟ ورطتني تبي صراحة، ولكن نعطيك الإجابة. يلا أعطينا الإجابة. يعني الإجابة اللي تورطنا فيها بنورطك بعد فيها بعد. والله الفرق بين السينمائي والتلفزيوني يعني لا 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 ما ادري. حالك انت طيب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله اشوفك انيق، وش السالفه يعني؟ يعني انيق طبعا، كل واحد يهتم مظهره. ماذا يقصد بالفن السابع؟ بالفن السابق او السابع؟ الفن السابع. الفن السابق. السابع السابع ما السابق. الفن السابع. هو كم فن عشان يكون في فن سابع؟ أنا الفن الأول ما أعرفه، السابع كيف بعرفه؟ جميل. طيب ممكن أسألك سؤال ثاني، أريد الفرق بين الفيلم التلفزيوني والفيلم السينمائي. الفيلم التلفزيوني طبعا كأنك تابع إعلان، ما تتابع يعني فيلم، بس في السينما أنك تابع فيلم، أن أنت مندمج وما في أي انقطاع. في التلفزيون بيقطعوا لك الفيلم 7 مرات 8 مرات. طيب لو كنت مخرج البطل اللي راح تختاره؟ البطل اللي راح اختاره طبعا كل فيلم يحتاج واحد يكون مثلك. يا هلا مرحبا. يا حيك. يسعد لي مساك. مساك احسن. كيف اموركم؟ عساكم طيبين؟ الحمد لله طيبين. حياك الله. الله يحييك. ليش كذا زعلانين ولا ايش سالفة؟ ما زعلانين، بس ما حصلنا حجز من السينما. ما ف سلمان خان. سلمان خان، انت اكيد عاشق الافلام الهندية. هو العاشق وانا اللي معه. ايوه. طيب ممكن اسالكم سؤال؟ ممكن. تفضل. تفضل تفضل. ماذا يقصد بالفن السابع؟ الفن السابع؟ الفن السابع؟ يعني عندك 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، هذا سابع فن. ايش رايك بالاجابة؟
طبعا خطأ. طيب وش الإجابة؟ الفن السابع يمكن فن مشهور في صلالة يعني. لو كنت مخرج وطلب منك اختيار بطل الفيلم من راح تختار؟ يعني من من أنت؟ أنا البطل؟ انت ايش رايك؟ مرة. ايش اخبارك؟ الحمد لله تمام. اشوفك منتظر خويك يعني المنقذ خويك ولا ايش السالفة؟ لا بس جزمن شوي اخاف انا اطلع. الله الله. تخاف تطلع بروحك يعني؟ يعني ما تعودت على. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اسالكم سؤال. تفضل. ماذا يقصد بالفن السابع؟ ماذا يقصد بالفن السابع؟ سابع؟ فن النوم يعني. ما ادري ما ادري يمكن السينما ولا. ما شاء الله عليك والله خويك ذيب ما شاء الله عليك. ايه جاوبه احنا كذا متفقين. سلام عليك. طيب سؤال اخير، الفرق بين الفيلم السينمائي والفيلم التلفزيوني؟ السينمائي اول مره يعرض على الشاشات، تلفزيوني تلفزيوني ممكن مباشر، السينمائي تمثيل. كنت اول شاطر خلاص. وبكذا خلصت حلقتنا وموعدنا إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. الأجواء بدأت تتغير مرة ثانية وبدأ يرجع الضباب من أول جديد. سبحان الله كذا قاعد يبدأ مع برنامجنا ويختم مع برنامجنا. زي ما نقول لكم ونشجعكم دائما، الأجواء الخريفية يبغى لها طلعة نهارية، استمتعوا. وأما فترة المساء فهذه أجواء أخرى مع فنجان من الشاي. السلام عليكم. لا أنا أحس أنه خلاص بدأ كأن المغرب لسه ما خلصت مشاويري. إذا المشاهدين أحبتي ممتنة للي تابعنا، ممتنة كثير للي شجعنا، ممتنة كثير لتفاعلكم معنا سواء في السلفيات والهاشتاغات والصور، وأيضا للزوار اللي تعنون ويجون لهذا البرنامج. شكرا لكم من القلب، ولكم إن شاء الله موعد جديد في برنامجنا من صلالة بفقراته بضيوفه بتنويعه بتقاريره. إلى ذلك الحين هذه طبعا تحية من فريق العمل وأيضا مخرجنا عامر العمري، وإلى اللقاء. السلام.